اخوان هاي اول حاله كورونا في شارع الكويت، لقيناها باحدى الفنادق الموجوده في شارع الكويت. هسه حاليا راح ينزلون، نرجو من عندكم توفر الحذر. هاي الاسعاف وصلت، وهذا فندق قرناطه، فندق قرناطه هو يبيع حاله الوباء. هذا مو خوش خبر والله. هسه حاليا وهذول القوات الامنيه، وهاي حاليا موجود هسه في شارع الكويت اول حاله كورونا. نرجو السلامه لجميع الناس. سياحه البصره يعني المفروض على سياحه البصره وعلى ان يسدون جميع الفنادق الموجوده هسه حاليا، يعني هي اصل الوباء والله العظيم. لازم يسدون الفنادق الموجودة هسه حاليا بكل فنادق البصرة، إغلاق جميع الفنادق. ماذا علينا؟ زين؟ أي والله. يعني إخوان ترى مو حالة واحدة. يعني هسه حاليا تصريح يقول مو حاله واحده، بيهن اكثر من خمس حالات اربع حالات داخل هذا الفندق، لان احتياج هذا الشخص واحد فعد الباقي. هاي نرجو التعميم اخوان. للعلم يعني ابو الفندق هو اللي بلغ عن حاله الكورونا حاليا عنده. نرجو من جميع الفنادق بالبصره اي حاله يشكون بها اني يبلغون بيها. هذا بالفندق القرناطة هو اللي بلغ عن حالة الكورونا، ومو بس واحد، تقريبا خمس نفرات بيهم. نرجو التعميم اخوان.